ألف تحية للجميع. سأتحدث عن تجربة عمرها أكبر من 5 سنين، تجربة شطحة للمشي في أحضان الطبيعة. فلسطين بالنسبة للبعض مهد ديانات، مسرح لصراع ممتد منذ آلاف السنين، انتفاضات، سجون وسجن كبير، نضالات وتضحيات، ولكن هناك وجه آخر لهذا البلد، طبيعته الرائعة. منذ أكثر من 30 عاماً وأنا أجوب فلسطين، لا أمل من النزول في وديانها وصعود جبالها، فأنا أعشق طبيعة هذه البلد الأخاذة. وأي طبيعة لهذا البلد الصغير الذي تقسمه فصول 4 تحدها حدود فاصلة، وكأن مقطوعة فيردي الفصول 4 قد صممت خصيصاً له. كيف يمكن أن نستوعب ولادة الديانات السماوية في هذا البلد دون أن نربط ذلك بتنوع المناخ والمشهد والنباتات وحتى لون بشرة الناس؟ على ضيق رقعته هناك سلسلة الجبال التي تبدأ من شمال الجليل وتنتهي جنوب الخليل، ونقبه الصحراوي الفسيح الممتد حتى خليج العقبة، وسهوله الخضراء التي تغازل زرقة البحر المتوسط، وغوره الذي يباركه نهر الأردن. مقابل أنماط حياة روتينية مرسومة سلفاً ومتوقعة، يبدو اللقاء مع الطبيعة تجربة فريدة لم تعد ممكنة سوى في فضاءات نادرة فوق الجبال العالية وفي الوديان والسفوح. ففي مواجهة يد التخريب تئن الطبيعة تحت وطأة الاستيطان ومشاريع الإسكان العشوائية. بالمقابل تبلور شطحة ثقافة تنزع إلى تأقلم الحياة مع البيئة والانسجام مع المحيط، ثقافة هي النقيض للجرافات التي تجتث من على التلال ومن الجذور كروم الزيتون الرومي الجميلة، وحيث تسحق تحت وطأة الجنازير شجيرات المرمية والزعتر والقنديل والنرجس والسوسن، وحيث يدمر المشهد العتيق الذي يختزن آلاف سنين الزراعة والمصاطب والجنائن التي بناها أجدادنا، محولاً الجبل دفعة واحدة إلى وجه مغبر مشوه بلا معالم. تلقى نشاطاتنا الإقبال الكثير بسبب جمعها بين الحرية والأصالة وفي نفس الوقت الترويح عن النفس. إنه نموذج تنمية مضاد قائماً على تثمير الميراث الطبيعي والثقافي، يرفض المتاجرة بالطبيعة أو قبول استعلاء التعليم والجاه. جمهورنا يضم كل فئات العمر والجنسيات والمستويات، صغار وكبار، رجال ونساء، طلاب وأساتذة، موظفون ومثقفون. كثيرون لا يملكون المال، لكن معظمهم يملك رأس مال ثقافي عالي وحكمة الحياة. لم نعتمد إطلاقاً على التمويل الأجنبي واعتمدنا على النفس، فرحلاتنا الشيقة والغنية تتميز بتكلفتها الزهيدة مما يجعلها في متناول الجميع، وحتى من لم يجد مالاً يقوم الجميع بشكل تطوعي بدفع 10 شيكل أو 15 شيكل التي قد تكلفها الانتقال إلى المكان الذي نبدأ منه المسيرة. يحمل لواء شطحة جبليون جدد يودون التحرر من ضجيج وتلوث المدينة وتجديد العلاقة الآخذة بالزوال مع أمنا الطبيعة، والمشي في الوديان وتسلق الصخور يشكل رياضة استثنائية في الهواء الطلق، تساعدنا على التنفس وتحررنا كل أسبوع من قيود وجدران السجن الكبير، وتوفر رحلاتنا ارتباطاً بالأرض واتحاد مع الطبيعة بعلاقة عضوية تعزز الشعور بحقنا دون رفع شعارات كبيرة، وتبلور مشاريع
وتولد نشاطات ثقافية وفنية رائعة. على هامش شطحة ولد نادي للسينما، ولد نادي للكتاب، وأقمنا مجموعة من المعارض بعضها في بلدان أوروبية في لندن واسكتلندا وفي رام الله. وأخيرا توفر شطحة فرصة التعامل مع الناس ومخالطتهم والاطلاع على حياتهم من منظور آخر. شطحة تتعلم من الناس، ليس تريد أن تفرض تعليما على الناس. والمرور على الخرب القديمة والمناطير والقصور تولد معرفة تستحضر التاريخ الذي يصبح تاريخ الحاضر بامتياز. شكراً.